لقاء على النوايا والشعور محبوس في القفص الذهبي. هو بداية حوار. محادثات لبنانية سعودية وخلوة بين السلام وولي العهد. في خاص الجديد الحكومة ورقة نعوة مؤجلة. ورح منضل نناقش موضوع التعيينات لتصير. في أجندة إقليمية هلأ إجا التايمينج تبعها، يراد للبلد أن يشل بالكلمة. ميسي للبنانيين، أعدكم بالنصر. سمير قصير، يغارون من موتك. وفي نشرتنا ماجدة تكسر الموازين في مهرجان الموازين. مساء الخير. بعد 30 عاماً من الصراع السياسي والمسلح، وصل عون وجعجع اليوم إلى ما سمياه نقطة الصفر، والإنجاز الأوحد لإعلان النوايا وزيارة الحكيم للجنرال أن الزعيمين المارونيين خرجا من تحت الصفر ليؤسسا معاً مشوار عمر جديد سيلزم الانتظار 30 سنة أخرى لكي تبدأ العلامات بالظهور. توقيت إعلان النوايا بين زعيم التيار وقائد القوات سار على زمن زيارة رئيس الحكومة إلى السعودية، ومعلوم أن آخر زيارة لجعجع إلى الرياض ولقاءه رئيس الاستخبارات خالد البندر أفضت إلى إعلان نوايا سعودية تجاه لبنان، إذ أبلغت الرياض حكيم معراب بضرورة التوافق مع ميشيل عون على قاعدة اذهبوا وحلوا مشاكلكم. ومع نزول تمام سلام من الطائرة التي أقلته إلى المملكة، كانت أقدام زعيم القوات تطأ الرابية خاتمة 30 عاماً من الأحزان. ومن خلال الزيارة كان جعجع يؤكد للسعودية أنه ينفذ ما طلب منه ويطرق على كتف الجنرال مع ابتسامات محت كل توتر السنين، وعلى ورقة نوايا مفعمة بالعموميات ولا يختلف عليها اثنان في الوطن بزغ فجر البنود التي تظللت الطائفة والدستور سقفا لها في كل القضايا، من النازحين السوريين إلى النازحين السياسيين. والاستفتاء الذي ينشده ميشيل عون حيث وافقه جعجع على المبدأ شرط احترام الدستور، أي إنه أخذه إلى الرئاسة ورده بلا كرسي. عموميات على إنشائيات لا رئيس فيها، لكن الزعيمين ذكرا من خلال النوايا أنهما أقوى زعيمين مارونيين، ونقطة على سطر البقية. والزعيمان اللذان اختبرا حرب الإلغاء بالمدفع يجربانه اليوم إلغاء سياسيا بالسلم، وبالتالي لا وجود للكتائب وبطرس حرب وسليمان فرنجي وآخرين. وفي المؤتمر الطويل حضرت القصائد وغاب بيت القصيد وهو الرئيس. كلام كثير في الرابية، أفعال أقل في السعودية. وقد أقام ولي العهد الأمير محمد بن نايف مأدوبة عشاء على شرف رئيس الحكومة تمام سلام بحضور الرئيس سعد الحريري، وأمام وفد صحفي لم يبق الحريري اتهاما إلا ووجهه إلى حزب الله. وأبرز كلامه أن الحزب يضرب مصالح اللبنانيين في كل أنحاء العالم وليس فقط في الخليج، لكن الحوار مستمر تماما كما إعلان النوايا. إذن زيارة مفاجئة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى الرابية. في زيارة مفاجئة بالتوقيت ولكن ليس في المضمون، وصل رئيس حزب القوات سمير جعجع إلى الرابية للقاء الجنرال عون بعد أكثر من 30 سنة تباعد، زيارة فاجأت عون أيضا.
المذكرة التي طال الحديث عن قرب انتهائها أعلنت وأخيرا مع اكتمال الصورة التي جمعت القطبين المسيحيين في إطار واحد، قوتان سياسيتان في حال التقايتا يمكن أن يكون لهما تأثير إيجابي على لبنان بحسب جعجع. وبعد لقاء دام لحوالي ساعتين تحدث الطرفان عن اللقاء الذي شكل نقطة الصفر لبدء حوار جدي، وتخلل التصريح نظرات وابتسامات وحتى غمرة خجولة. أولا أنا مسرور جدا أنه اليوم موجود بالرابية، كنت عم بقول للجنرال يعني يا ريت هالاجتماع صار من 30 سنة بس بنهاية المطاف أفضل يصير متأخر مما أنه ما يصير بالمرة. أنا موجود اليوم هون مش لأي سبب من الأسباب المطروحة هلأ أو لأي موضوع من المواضيع المطروحين على بساط البحث، طبعاً كلهم مأخذين بأبحاثنا وكلهم مطروحين على بساط البحث، بس السبب الرئيسي صراحةً هو التقاء هالقوتين السياسيتين. برأينا أنه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية قوتين سياسيات كبار، في حال التقيوا ممكن يكون لهم تأثير إيجابي جدا على الأحداث بلبنان. في البعض بيعتبروا بيفكروا على أنه اجتماعنا اليوم هو نهاية حوارنا، هو صراحة اجتماعنا اليوم بكل صراحة هو بداية حوارنا. ما ننسى أنه مرقنا بثلاثين سنة عجاف وسيئين وأجواءهم كانت بأكتريتها ملبدة، وبالتالي أخذنا كل هالأشهر الماضية تقدرنا هلأ وصلنا إذا بدكن عن نقطة صفر. شغلنا الحقيقي رح يبلش من هون وطالع، إنه رح نحط كل جهدنا تهالمحاولة ما تفشل شو ما كان يكون، لأنه ما في أي موضوع أغلى من هالمحاولة بالذات. المواضيع اللي رح نقدر نتفق عليها بتكون كتير منيح، أي موضوع ممكن عم بحكي نختلف عليه منحطه على جنب ومنكفي بكل المواضيع الأخرى. بما يتعلق بالتشريع الضرورة كمان صار اتفاق بين الجنرال وبيني على أنه في موضوعين هوديكيانيا مهمين، هني قانون انتخاب جديد، من جهة تانية قانون استعادة الجنسية. يعني بنعتبر أنه أي جلسة يعني ما راح يكون في شيء أهم من هالموضوعين. بما يتعلق بالمبادرة اللي طرحها الجنرال لرئاسة الجمهورية وموضوع رئاسة الجمهورية مطروح عنا بكل ساعة بكل وقت بكل لحظة، هو أم المواضيع بالوقت الحاضر واضحة من هلأ. يعني ما حدا مضيع مين أقوى حزبين عند المسيحيين في لبنان، تبالتالي كل الفرقاء الوطنيين شركائنا بالوطن الآخرين يشوفوا كيف دينا، وبرضو إذا الجنرال حابب نحن ما عنا مانع. انسرينا بالزيارة اللي عملنا إياها الحكيم بشكل مفاجئ، طبعا كانت يعني تتويج لمرحلة يمكن الناس لقوها طويل شوي ولكن بالنتيجة جيدة. ما تحكينا احنا والمواضيع هولي اعتبرناهم بالقفص الذهبي محبوسين. اثنين مرشحة، انتم مرشحين لرئاسة الجمهورية. اولا يعني الهم الاول عند المسيحيين اليوم هو انتخاب رئيس الجمهورية، معقول هيدا الهم كان بعيد عن لقائكم؟ طيب شايفين شيء زعلانين ما بعدنا حكيم بقى الحكيم. اولا هيدي هدية للمسيحية اللي كان بالهم مشغول على الوضع، بكفي تفاهمنا واتفاقنا من وقت اللي بلشنا الحوار ارتاح الجو المسيحي ولا ارتاح اكثر. معروف عن حضرتك ومعروف عن الحكيم اصحاب قرارات صارمة ولا قرارات قوية، هل مستعدين تصارحوا اللبنانية وتقولون القرار مش بايدنا، القرار بالسعودية والقرار بايران؟ لا القرار مش بينك وبينه، القرار بينك وبين الحكيم. بالنتيجة هيدا شيء بخصنا نحن، ما عندنا ارادة نمس بالاخرين، بس اللي حق نمارس حريتنا وسيادتنا. شكرا. يلا حكيم مجوره خلي شوي الارض الجاي. وقبل تصريح يعون وجعجع تمت تلاوه مذكره اعلان النيات. التزام نهج الحوار والتخاطب السياسي البناء والسعي الدائم للتوافق على ثوابت وقواسم مشتركه، اعتماد المبادئ السياديه في مقاربه المواضيع التي هي على ارتباط وثيق بالقضايا الاقليميه والدوليه، على أن تؤخذ في الاعتبار إمكانات الدولة اللبنانية والمعادلات الإقليمية والدولية،
الالتزام بمرتكزات وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف، والتعهد باحترام أحكام الدستور كافة دون انتقائية، والابتعاد عن كل ما من شأنه التلاعب بأحكام الدستور وإساءة تفسيره. وفي انتخاب رئيس للجمهورية قوي ومقبول في بيئته وقادر على طمأنة المكونات الأخرى والإيفاء بقسمه وبالتزامات الرئاسة بما يؤمن الشراكة الفعلية الميثاقية والمصلحة الوطنية العليا، الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية السورية بالاتجاهين، وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين. الحوار سيستمر إذن ليبدأ الحديث في المواضيع المصيرية تباعاً. وصل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوفد الوزاري المرافق إلى جدة، وكان في استقباله في مطار الملك عبد العزيز الدولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز ووزير الدولة خالد عبد الرحمن العيسى وأمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس والسفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري وعدد من الشخصيات السعودية. وبعد استراحة قصيرة في قاعة التشريفات غادر السلام إلى مقر إقامته، ويضم الوفد الرسمي المرافق الوزراء سمير مقبل، جبران باسيل، وائل بوفعور، نهاد المشنوق، وعبد المطلب حناوي. ومساء أقام ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان مأدبة عشاء في قصر الضيافة على شرف سلام في حضور الرئيس سعد الحريري والوفد المرافق لسلام، وأعقب ذلك جلسة محادثات حضرها أعضاء الوفدين اللبناني والسعودي تلتها خلوة بين سلام والأمير محمد بن نايف. هذا وأشار الرئيس سعد الحريري في دردشة مع الصحفيين في جدة إلى أن حزب الله يضرب مصالح اللبنانيين في كل أنحاء العالم، ورأى الحريري أن الشلل إذا أصاب الحكومة سيصيب كل لبنان، ناصحا العماد ميشيل عون ألا يسير في هذا الاتجاه ونستطيع التفاهم معه. ولفت إلى أن الحوار مع حزب الله مستمر، فهذا واجبنا الوطني ورئاسة الجمهورية هي الأولوية اليوم، وأضاف إن الجيش دخل إلى عرسال وليترك الجيش ليقوم بواجبه، والأهمية الآن لانتخاب رئيس وليس لتعيين قائد جيش. ذكرى اغتيال سمير قصير، دخول في زمن العبثيات القاتلة، تقرير جاد غصن. متى فرغت ساحة الشهداء من أهلها؟ متى استبدل الصمت ضجيج انتفاضتها؟ يوم تحول سمير قصير من مهندس تظاهراتها إلى ذكرى تجلس على قارعة الطريق تتأمل في الجنون الذي يلفها، ذلك هو يوم تحول الربيع المبشر بالحرية والديمقراطية والعلمانية إلى تحالف لتجمع مصالح سياسية واقتصادية اسمها 14 من آذار. تكن مواقف قصير الحادة في مواجهة الوصاية السورية حدثا استجد لمصلحة سياسية اقتضاها صدور القرار 1559، ولا أنسته القرارات الدولية والتطورات المحلية عداءه لإسرائيل ومحورية فلسطين في أي نقاش سياسي. فقصير الصحفي والمؤرخ المولود عام 60 من أب لبناني فلسطيني وأم لبنانية سورية، شكلت هذه الثلاثية المشرقية محور أفكاره وقضاياه. فبالنسبة إليه انتفاضة الاستقلال ليست إلا استكمالاً للانتفاضة الفلسطينية، ولا يمكن أن يأتي صيف بيروت من دون اكتمال الربيع في سوريا. يعني الموضوع هو هذا النظام القائم في دمشق منذ أكثر من 30 سنة، 35 سنة أو ربما أكثر بقليل، وطريقة تعامله مع شعبه، مع الشعب اللبناني وأيضا مع الشعب الفلسطيني. أعتقد أنه يعني أن المشكلة كانت هنا في احتكار هذا النظام كليا لما تريده الشعوب. لا يزال السيد رستم غزالي، عفوا الدكتور رستم غزالي، لأنه حصل على شهادة دكتوراه من الجامعة اللبنانية قبل سنوات،
لا يزال هو الذي يعين الحق أي حاجك في الإدارة الرسمية. إلى جانب عموده الأسبوعي الذي يصدر ضمن صفحات جريدة النهار يوم الجمعة، أصدر قصير كتبا عدة أهمها بيروت وديمقراطية سوريا واستقرار لبنان، وهو مجموعة من المقالات المختارة في الشأنين السوري واللبناني، وكتاب عسكر على مين، إضافة إلى الكتاب الأشهر تأملات في شقاء العرب، وغيرها من الكتب عن الحرب اللبنانية. إنما هناك الدور يعني لافت في المرحلة الأخيرة في السنتين الأخيرتين للصحافة اللبنانية في مواكبة، لا أقول التغيير في سوريا، وإنما مشروع التغيير في سوريا أو محاولات التغيير في سوريا. أيام الوصاية السورية عرض قصير الوجود السوري جهارا، كما عرض السلطة السياسية اللبنانية التي كان الرئيس الراحل رفيق الحريري أبرز دعائمها. وإذا محاولتك للنفاذ للإنسان في رفيق الحريري لم تؤدي إلى نقد ذاتي عند رفيق الحريري، شو لا طعم يعملوا بهالبلد؟ بفتكر فريد يعني بمنهجيته بدرجة استخدام الثروة كوسيلة للاحتفاظ على السلطة. فلنعتم التاريخ الثاني من حزيران موعدا لدخولنا في زمن الجنون والعبثيات القاتلة، وليس هناك أدل من مقال صديق سمير قصير الكاتب الياس خوري الذي وجهه في ذكرى اغتيال قصير العاشر قائلا: إني أغار منكم فأنتم متتم قبل أن تعصف بمنطقتنا رياح هذا الموت الجارف وهذا الانحطاط المروع. نعم، قلت إني أغار من الأموات لأنهم مضوا قبل أن تنطفئ شعلة الأمل في عيونهم. جد غصن، قناة الجديد. تحية إلى روح سمير قصير. الحكومة تدخل في مرحلة تصريف الأعمال في حال عدم إقرار التعيينات واستعار السجال في ملف جرود عرسال. تحقيق باسل العريضي. انهارت الحكومة وتعطلت أم هي على شفير ذلك؟ سؤال تشير المعطيات السياسية إلى أنه بات في حكم الواقع، إنما ما لا جواب له هو ماذا بعد؟ فمجلس الوزراء يبدو أنه لم يستطع حتى اللحظة تخطي لغمي التعيينات وعرسال. الحكومة ما رح تنتقل لنتناقش أي شيء بجدول أعمال قبل ما نبت بهذه المواضيع، تعيينات أمنية لكل الشغور الموجود وموضوع عرسال. يوم الخميس أو أي يوم بعده طالما ما وصلنا لحل بده يضل هذا الموضوع هو اللي عم يتناقش بالحكومة. شو ممكن يصير؟ ممكن يطلع وزير الداخلية بكرة يقول ما قدرت عين أنا نهار الخميس، ما اتفقنا مع الحكومة، ما بقى قدامي إلا خيارين، أو بدي أجل تسريح ونحن بنظرنا هذا شيء غير قانوني، أو اللي موجود بالتراتبية بيصير بالإنابة مدير عام قوى الأمن الداخلي. بنفس الوقت نحن شو حنرد؟ بتاني جلسة بدنا نرجع نناقش موضوع التعيينات، ما في شيء بيمنع أنه نعمل تعيينات. وفي حال تعطل عمل الحكومة إلى جانب مجلس النواب والشغور الرئاسي، فهذا يعني أنه لا يبقى أمام البلاد سوى حلول جذرية. هيدي الحكومة إذا استقالت ما فيك تعين حكومة بديلة عنا إلا ما يكون في رئيس جمهورية. يعني معناتها يا بدنا نروح على انتخابات نيابية يا بدو يلاقوا حل تاني تكون حل سياسي شامل. إذا هيدا الموضوع بدو يوصلوا لهونيك فينا نوصله من دون ما نكون عم نمر البلد بهالخضات، خاصة بالمرحلة الحالية. ممكن يكون حل سياسي من دون ما نكون عم نعدل بالطائف، يمكن بيجي بيصير في تسوية سياسية معينة بقولوا بدنا نتفق على حل هالأمور. ليه ما عم بيشرع المجلس النيابي؟ منلاقي الحل لإله. ليه ما عم ننتخب رئيس جمهورية؟ منلاقي الحل لإله. وبنفس الوقت الحكومة إذا كانت بعد لحد هذيك المرحلة متعثرة ما عم تقدر تاخد قرارات بجدول الأعمال كمان بدو ينوجد حل لها. يعني هذه الحلول بس تكون عبر مؤتمر دوحة، مؤتمر طائف، مؤتمر جديد، ممكن نكون عم نبلش بمؤتمر حواري. بلش بالحوار أول شيء، حط الأمور على الطاولة وناقشوهم بكل صراحة. تخوف بعض الوزراء من فتنة مذهبية واستعادة سيناريو الحرب الأهلية هو أقرب إلى الواقع في حال بقيت معادلة إما مخيل الظاهر وإما الفوضى. في أجندة إقليمية هلأ إجا التايمينج تبعها، يراد للبلد أن يشل بالكامل على الأقل وأن يقف على الشوار تمام على شفا الانهيار، وعند ذاك بدك تشوف شو بينطرح
مقبلة، لأنه بظن رح تبلش الأمور الكبيرة اللي كنا خايفين منها بالسابق تبلش هلا الطلبة أراعي، يعني الطلبة روسا. أنا الطرح اللي عم يطرحه حزب الله بموضوع جود أرسيل بالطابع الميداني كنت بفهمه تماما، لو لم يت يعني ينعمل له دمج مع ملف التعيينات. هذا في ملف لازم تعالجه بمعزل عن الآخر، علما أنه ملف أرسيل كمان بك تعالجه بتفاصيل أخرى بطريقة مختلفة. ملف أرسيل بده يتعالج جراحيا مش بالطريقة اللي عم ينطرح فيها. تعالوا نعمل معركة جود أرسيل وش خص أرسيل، بتحكوا علينا ولا بتحكوا على حالكم؟ هل يعقل؟ كل العالم عارف، أو على الأقل الخبراء بالمنطقة فوق بيعرفوا، لا يعقل أن تخاض معركة جول أرسيل بمعزل عن مخيمات النازحين في أرسيل اللي هن موصولين بهودي العالم قاعدين فوق. توصيف هذه القصة بخطر عين الرماني تاني، إيه ما هو حق فيه وقال بفعور، لأنه هيك يتماثل بالواقع الميداني على الأرض. إذا بدأ علاج جراحي، مش معقول تنترك ومش معقول تتعالج بطريقة إما بتعملوا كذا أو ما بنعمل كذا. هيدا الملف الأول. الملف الثاني، إما بتعينوا كذا أو عطلنا الحكومة. أنا بتوقع يعطلوا الحكومة. الشرور الكبرى تكمن في الفراغ الشامل. اثنين، إذا كانوا مقررين تعملوا شي واقع انقلابي خلاص خي كشوفوا لنا إياه، ما تخبوا علينا بقى، يمكن نقبل فيه. شو بعرفني أنا. الاستقالة من الحكومة هذا بات شبه مؤكد بحسب الوزراء المعنيين، إنما تعطيل كامل لعمل الحكومة ولمصالح المواطنين، وهذا سيتلف المظلة الدولية التي جنبت لبنان حتى اللحظة كأس حروب المنطقة. باسل العريضي، قناة الجديد. ميسي أصدر أمر اليوم الكروي عبر قناة الجديد الكأس لبرشلونة ويحيي جمهوره في لبنان. تحقيق من برشلونة لإبراهيم وهبي. بين نجمي الكرة العالمية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو صراعات خارج الملاعب الخضراء، فمن المهم للقطبين اللذين يعيش على اسميهما بزنس كرة القدم في العالم، شكل المنزل ونوع السيارة، وهنا بيت القصيد. ميسي ساحر الملاعب، عاشق للسيارات أيضاً، فبعد المازيراتي ذات الرقم 10-10 والكاديلاك المشابهة لسيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، انضمت الرينج روفر الجديدة ذات الرقم 9899 إلى مجموعته. قرب هذه السيارة التي يكثر البرغوث قيادتها ويفضلها على سواها، أطل ميسي عبر قناة الجديد ليوجه رسالته إلى الشعب اللبناني، داعياً إياه إلى مؤازرة البرشا يوم السبت المقبل. البرشا يتدرب في ملعب مدربه الراحل تيتو فيلانوفا استعداداً لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي، في تتويج لو حصل لكان الثالث في 15 يوماً بعد لقبي الدوري والكأس المحليين. فماذا قال رافينيا ومسكيرانو؟ I want to say hi to Lebanon. It's a very nice place, very nice country, and all my friends are there. A great hug. I have a great friend from there. Lebanon. Yes. I want to say hello to all the Lebanese. To all the people that is in Lebanon. I want to wish all the best and enjoy the game. لقاءات قناة الجديد مع ميسي، رافينيا، ماسكيرانو، نيمار، سواريز وسواهم من كبار نجوم كرة القدم في العالم تحققت بفضل العلاقات الواسعة لرجل الأعمال اللبناني سمية شمخة. هو شخص أسطورة وبنفس الوقت قلب طفل متواضع، عنده كتير حياة، تحسه كتير هيك خجول، ما بيحكي كتير، قليل الكلام، حتى أنه بالمقابلات التلفزيونية كتير بيرفض. طبعا طلبنا منه كان يعني نتشكر ونتقبل طلبنا ياخذ يعني يعطي كلمة للشعب اللبناني عبر شاشة الجديد. شخص مثل ليونيل ميسي بشهرته بالناس اللي بتحاول تتودد له، بعتبرها هيدا توفيق من الله. يعني عندي قصص كتيرة بعرفها انه في ناس حاولوا يتوصلوا وكذا وما قدروا، بعتبره هذا توفيق من الله. وطبعا بفضل صديقنا المشترك اللي هو بيبي كوستا قربني منه اكثر. بيبي كوستا اللي هو مدير شؤون اللاعبين هو مثل الاب الروحي لهم، عندي علاقة معه من 15 سنة، ومع مرور الزمن انقطعت العلاقة.
إلى أن في صديق مشترك سمير جابر التقى فيه بمكان ما وأخذ رقمه وعطاني إياه ورجعت تواصلت معه. ميسي أصدر أمر اليوم الكروي وحين يعد البرغوث يفي، فتوقعوا منه الأعاجيب على أرض الميدان في برلين، ولما لا فهو الأجدر برفع الكؤوس الأوروبية. نيمار، ليونيل ميسي، سواريز، نجوم برشلونة، عصور ستتذكر وتتذكر هذه الأبطال النجوم. من ملعب برشلونة المخصص للتمارين الخاصة في برشلونة، إبراهيم وهبي، قناة الجديد. ومن برشلونة إلى بيروت، الوزير أشرف ريفي استقبل وفداً من أهالي عرسال وتصميم على تحييد البلدة عن أي معركة قد تقع. متحدثاً باسم أهالي عرسال، أكد وزير العدل أشرف ريفي أن عرسال وطنية ولا أحد يمكنه أن يزيد على وطنيتها. وبعد لقائه وفداً من أهالي عرسال وجه هجوماً عنيفاً إلى حزب الله. لن نسمح لأحد أن يتطاول على أهل عرسال، لن نسمح لأحد أن يحقق مشاريع لأجندة إقليمية مهما كلف الأمر. عرسال وطنية أكثر منه، جيش لبنان يتجول طبيعياً بعرسال مثل ما بيجول بأي منطقة بلبنان. لن نسمح بالتفريط أنه يخترق البلد، سواء كان العدو قادم من الخارج أو كان العدو بيناتنا. يجب أن نقرأ ماذا يحصل في الجوار ونعد أنفسنا وطنياً كوحدة وطنية وعسكرياً بخلال الجيش اللبناني فقط لا غير، لا ألوية فلان ولا حشد شعبي ولا أي شيء. شفنا النموذج العراقي وين وصل العراق، لن نستنسخ التجربة العراقية. أمر لقيادة الجيش اللبناني، جيش معه قرار واضح سواء طبيعيا ووطنيا أو بالنصوص الدستورية والنصوص القانونية، وكذلك الأمر بقرارات مجلس الوزراء، أن يدافع على آخر شبر من الأرض اللبنانية. إنما مش لا واجب حزب الله ولا من حق حزب الله ولا من حق أي شخص آخر يقول للجيش اللبناني كيف يدافع. عيب ينقال إنه الجيش كأنه مش عم يقوم بدوره أو نائم. نحن اليوم بمراحل حساسة جدا، لا يجوز التشكيك بقيادة الجيش وبإدارة الأمور. قيادة الجيش واعية 24 ساعة على 24 ساعة. الوفد العرسالي استنكر اللافتات المنتشرة في البقاع، وقد ذكر المتحدث باسمه بأهل عرسال الذين قاوموا العدو الإسرائيلي منذ الاحتلال إلى حرب تموز، حيث كانوا ينقلون مادة المازوت إلى المقاومة في حزب الله. ونشكرك على المواقف اللي كانت واضحة وصريحة كالسيف بالمنطق الوطني، مش بالمنطق لا العشائري ولا المذهب. منا أبدا عرسال ما حدا يحتل لا 350 كيلو ولا 400 كيلو. عرسال كل عرسالي سيف بوجه بيد الجيش اللبناني، بوجه أي حد معتدي مين ما كان. بس هذا الجيش الوطني، الجيش اللبناني الوطني. وعرسال ما بدأ 400 لا قتيل بعرسال لا تحرره، وهي كلام مشبوه وغير وهذا مرفوض. عرسال ما بدها ولا قتيل لا من الجيش ولا من الشعب من قبل الماضي ولحد هلأ. نحن وقفنا مع جيشنا مع مؤسستنا الوطنية لنبني خطوط دفاعية دفاعا عن عرسال، دفاعا عن الجيش، دفاعا عن الوطن. لسنا مستعدين أن نحمل دم أحد، لسنا مستعدين أن نطلق النار على أحد، لسنا مستعدين أن نحمل سلاح بوجه أحد. نحن مع الدولة ونؤمن بهذه الدولة ونؤمن بمؤسساته وبجيشه. وهلا نقطع السطر. وفي إطار انتشار الجيش اللبناني على الحدود، كرر الريفي تأكيده أن لا مأخذ على الانتشار الحالي له، مثنيا على دور قائد الجيش حيث جدد دعمه التمديد له. استمعت المحكمة الدولية إلى شاهد سري عرف به بالرقم 357، وشاهد عنصر في قوى الأمن الداخلي كان من مرافقي الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد خروجه من رئاسة الحكومة، وتركزت شهادته على التهديدات السورية التي وجهها رستم غزالي إلى الحريري بصورة مباشرة وغير مباشرة. حسب ما أعتقد كان في مكتب رستم غزالي، وجاء الشوفير انه مرافقه وضربه بالمسدس على كتفه، هكذا ما سمعنا عندما ذهبنا بالموكب الى المستشفى الجامعة الامريكية. هيك سمعنا، لانه كان جوا داخل معه ابو طارق العرب، فظهر ابو طارق والدمعة في عيونه. حضرت شهد ان سيد من سألك عن السفرة الى سوريا، هل تعني بذلك أنه لقد التبس عليك الأمر أو التبس علينا الأمر؟ بماذا تتكلم؟ توجهتم إلى المستشفى الجامعة الأمريكية،
أتعني بعد زيارة رستم غزالي أو أن الزيارة تبع سوريا؟ سوري رستم غزالي، رستم غزالي بعد رستم غزالي ذهبنا إلى الجامعة الأمريكية. مع من ذهبت مع المواكبة ككل إلى الجامعة الأمريكية؟ من كان حاضرا وقتئذ؟ كان كل الشباب، كل شباب الموكب. ذهبنا إلى الجامعة الأمريكية، ثم من بعدها ذهب الحريري إلى سردينيا. حضرة الشاهد، أتعني أنه ذهب إلى سردينيا بعد زيارة رستم غزالي قبل أشهر من الاغتيال؟ ذلك ما تعني؟ صح صح. تكلمت قبل قليل أن أحد مرافقي رستم غزالي هدد المرحوم الرئيس الحريري قائلا إذا بتغلط سنخطف بنتك، هل هذا ما قلته؟ أوكي صح، رستم غزالي قال للرئيس نخطف لك بنتك، مش مرافقه، رستم غزالي. هل سبق لك أن أدليت بهذه الواقعة في أي مرحلة من مراحل التحقيق، سواء أمام قاضي التحقيق العدلي في لبنان أو أي مرجع آخر؟ هل سبق لك أن أدليت بهذه المعلومة؟ كلا، تذكرت عم بقرأ ملفات مبارح، تذكرت مظبوط، عاد تذكرت مظبوط مظبوط، مشان القصة صار أنه 10 سنين سوري، فرجعت قعدت تذكر مظبوط شو صار، مشان أكيد نسينا يعني 10 سنين كل شيء صار معنا نسينا. مش عم بفهم، تذكرتها الآن ونسيتها بالفترات الأولى بعد اغتيال الحريري حيث تم استجوابك أمام أكثر من مرجع؟ صح تذكرتها صح الآن، مشان كنت أنا كتير تعبان بعد الانفجار ومريض كنت كتير، وكنت بحالة لا يرسلها، كتير كنت تعبان. Mr. Witness, have you القاضيري، حضرة الشاهد، هل علمت مؤخرا أنه بحسب وسائل الإعلام توفي رستم غزالي في سوريا؟ صح. القاضيري، هل إن تلك المعلومة لها علاقة لربما تذكرك لما قاله رستم غزالي في العام 2005؟ لا أدري. وقد أجرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة مقابلة معك في 7 تموز يوليو عام 2005، وكنت تعرف أن هناك تحقيقات في عملية اغتيال السيد الحريري، وكان من المهم بالنسبة للتحقيق أن تخبرهم بتلك الحادثة، ولكنك لم تذكرها. اللي عم بتذكره عم بحكيه، في شيء ما عم بتذكره، مش بس كل شيء حكيه مظبوط، ما حكي شيء غلط. ولكن يوم الانفجار لم، أي 14 من شباط فبراير، لم أشعر بوقع عمليات الحفر أو بوجود حفرة، ماذا تعني تحديدا بذلك؟ وقت كان في حفريات، نخلص الحفريات وسكروها، نحن بس مرقنا من الموكب كان مسكر الحفريات وما في شيء، يعني ما عاطين أثر لأي حفريات. أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكوز رزق حكماً قضى بتغريم الإعلامية الزميلة غادة عيد مبلغ 6 ملايين ليرة والإعلامي جورج بشير 3 ملايين، وإلزام عيد وشركة الجديد دفع مبلغ 4 ملايين ليرة للمدعي القاضي المتقاعد عاصم صفي الدين كتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وإلزام بشير دفع مبلغ 1000 ليرة للمدعي كتعويض معنوي، وذلك في الشكوى التي تقدم بها صفي الدين ضد شركة الجديد وعيد وبشير مريم البسام في جرائم التحقير والقدح والذم من خلال برنامج الفساد في 7 آذار عام 2008. والقضية كانت موجهة أساسا لكشف حقيقة تملك النائب الأولى فتوش مشاعات في عين دارة، والعلاقة بين فتوش وصفي الدين فهي ثابتة في أحكام ذهبت لصالح نائب زحلي، وتاليا فهي أكثر ثباتا في التعويض الخيالي لكسارات الفتوش والبالغة 200 مليون دولار. وهذا ما سيكون محور حلقة جديدة من الفساد حول تمدد فتوش بما مشاعات عين دارة. حملة إزالة العوائق من محيط فندق فينيسيا، وسفراء دول التعاون الخليجي يعترضون.
في مطلع هذا العام وتزامنا مع بدء تطبيق حملة إزالة العوائق، بثت قناة الجديد تحقيقا تناولت فيه أكثر أماكن مخالفة للقوانين والتي تحتل مساحات شاسعة من الطرقات العامة باستخدامها العوائق الإسمنتية. إذا كان لابد من إنجاح حملة إزالة العوائق فلتزل عوائق أصحاب النفوذ والسياسيين التي تعوق المدينة كلها. وحين ذاك وعد محافظ بيروت زياد جبيب كله بده يعاد النظر فيه، كل ما هو موضوع خلافاً للقانون من دون ترخيص سيزال، كل ما هو موضوع بترخيص بزمن معين كان فيه أسباب أمنية ظرفية في حينه دعت إلى الموافقة عليها سيعاد النظر فيها. ما تم تنفيذه إلى الآن إزالة العوائق من محيط فندق فينيسيا التي كانت تحتل كل تلك المسافة على طول الخط الممتد من منطقة سان جورج إلى أول نفق ميناء الحصن. فمن التالي، وقد علمت الجديد أن حملة إزالة العوائق من فندق فينيسيا اصطدمت باعتراض السفراء وشخصيات من دول مجلس التعاون الخليجي الذين طالبوا بالإبقاء عليها خوفاً على أمنهم لأن الفندق محل إقامتهم الدائم. فهل يعيد الاعتراض العوائق؟ يمنى فواز، قناة الجديد. في اليوم الوطني للصناعة اللبنانية، وزير الصناعة حسين الحاج حسن يؤكد أن إجراءات وزارته حمائية لا سياسية وأن هدفها وقف إغراق السوق لا منع الاستيراد. أكثر من 200 مليون دولار خسارة الصناعة اللبنانية بين عامي 2013 و2014 بسبب الأزمة السورية وإغلاق المعابر البرية، ولأن الصناعة الوطنية في كل بلد تعد العمود الفقري للاقتصاد، فقد علت صرخة الصناعيين ومعهم وزارة الصناعة في اليوم الوطني للصناعة اللبنانية الذي أقيم في الجامعة اللبنانية في الحدث برعاية رئيس الحكومة ممثلا في وزير الصناعة حسين الحاج حسن. معاناة الصناعيين ترجمت كلمات المشاركين، ولعل أبرز من عرض للمشكلات والحلول الوزير نفسه. أنا بطلب من كل أشقائنا العرب يقولوا لي ليش ما بنقدر نسجل أدوية عندهم، هاي 6 مصانع أدوية قاعدين هون. أنا بطلب ما في شيء بالمواصفات أبدا أبدا، ما في مشكلة بالمواصفات أبدا، ما في مشكلة بالمواصفات. نحن جاهزين، وخلي يتفضلوا كل الدول العربية يشرفوا يزوروا المصانع اللبنانية تاعت الأدوية. إذا عندهم مشكلة بالمواصفات أنا بدي سكر معامل الأدوية. إذا كان المشكلة الانتماء السياسي وهلأ أنا وزير صناعة، بدكم تنطروا تشكيل حكومة تاني وبطل وزير صناعة. وعم قول يتفضلوا وزراء زملائنا الصناعة العرب والتجارة والمالية والبدنية يشرفوا، ما بيحكوا معي لأسباب معينة، ما بيجي لعندي لأسباب معينة، يقولوا لكل هالشعب اللبناني شو الإجراء اللي بيحبوا نعمله من شان صناعتنا. كل ما نريده هو عدم إغراقنا، ما عم نقول ما تصدروا لنا ما تغرقونا. لا بد في هذا الإطار الانتهاء إلى المعادلة التداعيات إقفال معبر النصير عبر إقرار الحكومة دعم فارق تكلفة النقل للحفاظ على أسواق تقليدية وأساسية بالنسبة لنا، ولا سيما أن الخليج يشكل 33% من صادراتنا والعراق أكثر من 10%. التكاليف الإضافية التي تكابدها الصناعة اللبنانية من جراء إغلاق المعابر البرية في وجه صناعة لبنان من جهة، وإغراق السوق اللبنانية بالصناعات المستوردة من جهة أخرى، هما قضية حلولها برسم الدولة لكي تبقى صناعة البلاد ركيزة اقتصادية واجتماعية في مواجهة الأمن والسياسة. أهلا بكم من جديد. اتجاه لتشكيل اتحاد القضاء العربي، تقرير من القاهرة لمنى عشماوي. اقتراح مصري يلقى قبولا عربيا لإنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا العربية، ليحضر الاجتماع التمهيدي 9 دول عربية، فيما تغيبت السعودية التي رحبت بالاتحاد، بينما لم تحضر قطر وبعض الدول العربية الأخرى. توحيد النظم القانونية والقضائية في الدول العربية، إعطاء القاضي الإداري العربي يعني الفرصة الكاملة للتعرف على هذه الأنظمة، وتوحيد المصطلحات والمفاهيم القانونية في المنازعة الإدارية،
بما يمكن من سرعة حسمها إذا ما أسيرت في بلد عربي وأريد تنفيذها في بلد عربي آخر. في نظام أساسي إحنا الآن موجود أهو بنناقشه وبنتفق على أحكامه لكي نقره ويتم المصادقة عليه، والاتحاد يبقى صالح يعني تفعيل دوره اعتبارا من العام القضائي اللي هو 11 اللي جاي بإذن الله أو قبل ذلك. يخرج الاتحاد بضرورة تعاون قضائي مشترك رغم الاختلاف الواضح بين القوانين المصرية والقوانين العربية، إلا أن الاتحاد العربي لمجالس الدول والمحاكم الإدارية سيعمل على توحيد القوانين العربية لتسير قوانين الاتحاد لمجالس الدولة والمحاكم الإدارية على توافق يضمن تفعيل مجلس قضائي قانوني عربي موحد. من الاتحاد بيجي الحوار، واللي ناقص يمكن البلاد العربية أكتر شيء هي الحوار، لأنه مثل ما قادرين ناخد من غيرنا قادرين نعطي غيرنا كمان، قادرين نحن بما عنا من خبرات ضمن البلاد العربية أنه نتبادل هالخبرات، أنه نحسن قضاءنا، أنه نسعى صوب قضاء مستقل وصوب دولة قانون بكل دولة من الدول العربية. نأمل إن شاء الله وسوف نصل إلى إقرار هذا النظام، وهو أول منظومة وأول كيان قانوني لمجالس الدولة كي نستطيع من خلاله الاستفادة من خبرات هذا الاتحاد وكذلك مواجهة التنظيمات القانونية الإقليمية والدولية بهذا الاتحاد. وكل يوم يلتئم فيه الشمل العرب في أي مجال من المجالات هو ضرورة ملحة في هذا الوقت الذي يموج عالمنا العربي فيه بالتحديات ويحاول الإرهاب الأسود أن يأكله. سيكون مقر اتحاد مجالس الدول والمحاكم الإدارية بالقاهرة، ورغم أن الفكرة المصرية تبلورت منذ عامين إلا أن تفعيلها على الأرض لم يتحقق إلا بعد رغبة حقيقية لدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتفعيل العمل العربي المشترك من خلال تبادل الخبرات القضائية العربية في مسيرة للتطوير في مجال التدريب والتأهيل المستمر للقضاة العرب. منى عشماوي، الجديد من القاهرة. إسرائيل تجري مناورات استعدادية استباقية وطلاب مدارسها يختبئون في الملاجئ. إحساسها بالخطر الدائم وعدم التفوق العسكري الذي لطالما تبجحت به، ولكونها أوهن من بيت العنكبوت، فقد أجرت سلطات الاحتلال تدريب طوارئ على مستوى البلاد ينتهي الخميس المقبل. فدوت صافرات الإنذار في المستوطنات بهدف تقدير مدى استعداد المستوطنين واختبار مدى فاعلية الإنذار المبكر. وفي هذا الإطار أخلى الطلبة في مدارس القدس المحتلة قاعات الدراسة بعدما دوت صافرات إنذار الغارات الجوية، فاصطف الطلاب في الممرات قبل توجههم إلى مخابئ داخل المدرسة. وبدأت المناورات عندما يسمى نقطة التحول 15 في المستعمرات الشمالية المتاخمة للشريط الحدودي، وقد سمعت أصواتها في أرجاء المنطقة الحدودية الجنوبية. تزامناً سير جيش العدو دوريات مؤللة ومدرعة على طول الخط الحدودي، فيما سيرت القوات الدولية بالتنسيق مع الجيش اللبناني دوريات مصفحة على امتداد الخط الأزرق، حيث راقبت ما يجري من تحركات خلف السياج الشائك وسط تحليق لطائرات استطلاع من دون طيار في أجواء المنطقة مواكبة للمناورات. في اجتماع باريس، التحالف الدولي يؤكد أن الحرب على داعش طويلة الأمد ويؤيد الانتقال السياسي في سوريا. تعهدت الدول المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة داعش في الاجتماع الذي عقدته في العاصمة الفرنسية باريس بتقديم مزيد من الدعم للحكومة العراقية التي تقاتل التنظيم المتشدد على الأرض. الاجتماع اختتم بمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ورئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي ونائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. الحرب على تنظيم داعش ستكون طويلة الأمد. إن الاستقرار في العراق يتحقق مع عملية انتقالية في سوريا. لن نسمح بحدوث فوضى عارمة فيها.
على العراق أن يقود الحملة في أراضيه وتحت قيادة موحدة، وعلى العنصر السوري أن يقود الحملة على أراضيه، ونؤيد ضرورة الانتقال السياسي في سوريا، وسنضاعف الجهود لتحقيقه. ولا زالت داعش تمد من خارج الأرض العراقية بمقاتلين وبقدرات، ولهذا العراقيون الآن يبذلون دماءهم وأرواحهم للدفاع عن الأرض وقهر داعش والقضاء على داعش، ونحن قادرون أن نقضي على داعش، ونحن ندعو التحالف الدولي إلى الوقوف وقفة واحدة للقضاء على داعش. وكان الاجتماع قد خصص لمراجعة استراتيجية التصدي لتنظيم داعش، لا سيما بعد التقدم الذي حققته الجماعة المتشددة في العراق وسوريا أخيراً. رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر الثاني يرى أن سياسات أمريكا السيئة في المنطقة هي سبب ظهور تنظيم داعش. رأى رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثاني أن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة كلها ما زالت في بدايتها ولم تصل إلى ذروتها بعد، ورأى في مقابلة أجرتها معه محطة فوكس نيوز الأمريكية أن سبب وجود داعش هو السياسات السيئة لأمريكا في المنطقة. I think there is turmoil in all the region and I think this is still in the beginning. I don't think we reach the peak in the region. There is a mess and this mess is because of 40 years of bad policy in the region. If we are talking about ISIS, we have to talk why it happens. It happens because of bad policy of our ally in the United States, in my opinion. You know, the control of the Iraqi governments, the way how it's been done, I think it shows that there is the Sunnis have no not fair treatment with other ethnics or with the Shia in Iraq, and all of them Iraqi, they have to have same opportunity. And I believe this happened after feeling that they've been insulted or they've been pressured or been kicked out of the power completely. And unfortunately, ISIS find the right moment and the right, what we call it, atmosphere. In the region, and it happens. In my opinion, to fight ISIS, there is two or three elements. The first element, we have to know the problem, why it's being caused. ISIS will not be strong if we dealt with the problem in Syria in the first year or the first 8 months. And at that time, Bashar almost done. Now we are dealing, we know that ISIS have some arrangement with Bashar al-Assad in certain times to create a new situation in Syria and to show you that there is the alternative of Bashar is terrorism. Right now, to deal with the matter, United States cannot deal alone. All the region have to work in this. And to work in this, that means there should be an involvement to get rid. But part of this involvement, how also to give the Syrian people their freedom from Bashar. وفي موضوع الاتفاق النووي مع إيران قال إنه كان يجب إشراك دول المنطقة في المفاوضات من اليوم الأول وعدم الاكتفاء فقط بدعوتها إلى كامب ديفيد. صفحة أخبار دولية متفرقة في هذا التقرير. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بعض دول المنطقة التي تدعم المسلحين في سوريا ترتكب أخطاء في حساباتها، مؤكداً أن بلاده ستقف إلى جانب الحكومة والشعب في سوريا حتى النهاية. كلام روحاني أتى خلال لقائه رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام في طهران. اللحام من جهته أكد عزم سوريا على الاستمرار في محاربة الفكر التكفيري حتى تطهير الأراضي السورية كاملة من خطر الإرهاب. سقط 6 قتلى و53 جريحا نتيجة قصف بالصواريخ على مناطق مختلفة في دمشق وريفها مصدره منطقة عين ترمة، وأفاد مصدر في الجيش السوري لوكالة سانا بأن وحدات من الجيش تستهدف مصادر إطلاق القذائف على الأحياء السكنية في دمشق وتدك المواقع التي يستخدمها الإرهابيون في الغوطة الشرقية كمنصة لاستهداف دمشق. كما أكد مصدر في قيادة الشرطة وقوع أضرار مادية في شارع العابد وأحياء المزة وكفر سوسة والميدان والفحامة والروضة وشارع بغداد ومنطقة العباسيين.
أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار طه عبد الغني أن تنظيم داعش أغلق بوابات سد الرمادي ومنع تدفق المياه إلى مدينتي الخالدية والحبانية، داعياً إلى شن عملية عسكرية لاستعادة السد. وقال عبد الغني أن تنظيم داعش يهدف من تلك الخطوة إلى تسهيل وصول عناصره إلى الخالدية والحبانية بعد انخفاض منسوب المياه، لافتاً إلى أن نهر الفرات يشكل عائقاً أمام تقدم مسلحي داعش، وحذر من أن التنظيم سيتسبب بقتل الناس عطشاً وإجبارهم على النزوح من المناطق الشرقية في الرمادي. قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16/6/2015. أجلت محكمة جنايات القاهرة النطق في قضيتي السجون والتخابر المتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الأخوان حتى 16 من الشهر الجاري لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين بعد ورود تقرير المفتي. إلى النشرة الفنية وشادي خليفة. مساء الخير كريستين. من بعد ما تابعنا بنشرة امبارح تصريحات الفنانة السورية أصالة نصري بمهرجان موازين بالمغرب، منتابع اليوم تصريحات السيدة ماجدة الرومي اللي كسرت الموازين بمهرجان موازين لتكون الفنانة الوحيدة اللي بتحيي حفلين بنفس الليلة نظرا للإقبال الجماهيري الكبير لحضورها. فأحيت حفل الساعة 7:30 وحفل آخر الساعة 10، وكالعادة أسرت الماجدة القلوب. الرغبة الأكيدة إنه ما أرجع لسدافي بقلب 12 أغنية، كان بطل عندي إيمان بهذا الموضوع. بحب أرجع لزمن كنا نقدم فيه 4 أغاني أو 3 أغاني مثل الفنانين اللي مروا قبلنا، وكانت كل غنية مخدومة عم نعطيها كل وقتنا بدل ما نقسم الجهد على 12 أغنية. أنا اليوم معي حوالي 2 أو 3 وطنيات. بحس الوضع بالعالم العربي بيعوز انه نكون موجودين على الساحة بكل التعبير، بكل ضميرنا وبكل ارواحنا وقلوبنا، وانه الباقيين الموجودين يكونوا اغاني حب كتير قليلة بس مشغولين مثل ما انا بدهم. تشرفنا بحضور مع مدام ماجدة ببنتها أنيسة نور معنا، تفضلي أنيسة. مرحبا مرحبا مرحبا. أنا اللي بلاقي صح إنه الفن هو رسالة قد ما بقدر أقدمها سامية، كون عم برد عن حالي وعن الإنسانية اللي فيي، إنسانيتي. يعني الفن بالنسبة لي أكتر بكتير من ترفيه، هو وجه لبلد، هو وجه لهوية، هو وجه لتفكير. توقف عن السينما ما كان موضوع بخاطري أنا الحقيقة، أنه أنا بديت مع يوسف الشاهين مع بدايات الحرب اللبنانية، وبهيداك الوقت كان الكونترا مع يوسف شاهين 3 أفلام غير عودة لبنان الدار. بس ظروف لبنان وتقوقعنا على حالنا بهيداك الوقت، عم بحكيك 1978 كان صعب كتير 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 اني اوصل لمصر او يوصل لي يوسف شاهين. خسرت هيدول العروض، خسرتهم حقيقة. انا بعتبرهم من 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 أكثر الأشياء اللي بكره الحرب قديش صابتني فيهم. سينما بالنسبة لإلي حلمي الكبير، وبعده فيلم مي زيادي هو الفيلم اللي أنا بعتقد إني بقدر أكون عم عبر فيه بشكل أرضى عنه بالسينما. Thank you.
منتابع نشرتنا مع البانوراما الفنية وفية. النائب ستريدة جعجع تعيد مهرجانات الأرز الدولية إلى الخارطة السياحية. رويدة عطية أثارت الإعجاب بجديدة شو عملته بسوريا. وزوج والدة كيم كارداشيان رسميا تحول من رجل إلى امرأة. أتشرف أن أعلن رسميا عن إحياء مهرجانات الأرز الدولية برعاية معالي وزير السياحة الأستاذ ميشيل فرعون وسعادة النائب السيدة ستريدة جعجع رئيسة لجنة مهرجانات الأرز الدولية، وذلك نهار السبت الواقع فيه الأول من آب 2015 تزامناً مع عيد الجيش اللبناني، مع كل ما للأرز ولهذا العيد من رمزية وطنية جامعة. تحت عنوان لغة الروح وبعد 50 عاماً على تأسيسه، أعاد المجلس السياحي لقضاء بشري إحياء مهرجانات الأرز الدولية برعاية وحضور وزير السياحة ميشيل فرعون والنائب ستريدة جعجع التي سعت جاهدة إلى إعادة إحياء مهرجانات الأرز الدولية لتعود إلى مصافي باقي المهرجانات المحلية التي اتخذت طابعاً دولياً. وكان قد غاب هذا المهرجان بسبب الحرب الأهلية، وهو اليوم يعود إلى الحياة منتصراً حاملاً معه ذكريات الزمن الجميل وذكرياته مع كبار النجوم الذين وقفوا على مسرحه. وانطلاق المهرجان سيكون في 1 آب مع حفل لإليسا ووائل كفوري وميشيل فاضل، على أن يكون هناك حفل آخر لنجوى كرم وحفلات أخرى نعلن عنها. ويلي البلد بعته وتراب هنكرته ما ضل فيها عيب إلا وبكي جبتوا لنا الأغراض فتحتوا إلو الأبواب جبتوا لنا الأغراض فتحتوا إلو الأبواب ضاع الأمان وغاب سوريا شو عملتوا سوريا شو عملتوا سوريا شو عملتوا. أطلقت الفنانة السورية رويدة عطية منذ يومين أغنية وطنية لبلدها سوريا بعنوان بسوريا شو عملته، وجهت خلالها صرخة تحاكي معاناة الشعب السوري بعد الحرب على سوريا، موجهة اللوم إلى كل من شارك في اندلاع هذه الحرب وما نتج عنها. والمشاهد المصورة الخاصة بالأغنية تظهر المجموعات المسلحة التي وصفتها رويدة عطية في الأغنية بالأغراب. ودع بروس جينر زوج والدة نجمة التلفزيون الواقع كيم كارداشيان حياته كرجل، وظهر للمرة الأولى كامرأة على غلاف مجلة فاينيتي فير في عددها الصادر عن شهر تموز المقبل، فقد قام بجلسة تصوير وأجرى مقابلة صرح بها عن مشاعره. نجم تلفزيون الواقع البالغ من العمر 65 عاماً أعاد تسمية نفسه بعد أن تحول إلى امرأة، وطالب الجميع بمنادته باسمه الجديد كاتلين جينر، وهو يتحدث الآن عن نفسه بصيغة الأنثى مؤكدا أنه يعيش مع نفسه بصدق كبير خصوصا تجاه مشاعره. هيدي كانت مواضيعنا وأخبارنا بنشرتنا لليلة. باقي نشرات هالأسبوع بتتابعوها مع زميلتي دارين. ضلوا بألف خير. كان في العناوين لقاء على النوايا والشعور محبوس في القفص الذهبي. هو بداية حوار. محادثات لبنانية سعودية وخلوة بين سلام وولي العهد. كان في الخاص الحكومة ورقة نعوى مؤجلة ورح منضل نناقش موضوع التعيينات لتصير في أجندة إقليمية. هلأ إجا التايمينج تبعها يراد للبلد أن يشل بالكلمة. ميسي للبنانيين أعدكم بالنصر. سمير قصير يغارون من موتك.
وكان في النشرة ماجدة تكسر الموازين في مهرجان الموازين. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وتصبحون على خير.